ان محمد حجاج اكيد يعني بعد الصعود اللي راح سهل، بس اللي جاي مش سهل، اللي جاي صعب جدا طبعا. اكيد الكابتن سيد عيد ده انا عارف ان هو راجل منظم جدا، اكيد اتكلمتوا في الشكل العام او في الاطار العام اللي ممكن تشتغلوا عليه، لان انتوا هتقعدوا فتره على ما الدوري يخلص. خلي بالك انتوا كده محتاجين، هتبداوا عندكم اريحيه انكم تعملوا فريق، تجيبوا بعض النواقص اللي موجوده عندكم، تشوفوا الدنيا هتمشي ازاي، لان قسم دوري المحترفين غير الدوري الممتاز. هو مبدئيا الاول استاذ محمد حضرتك، احنا السيزون يعتبر لسه ما خلصش، يعني العقد بتاع الكابتن سيد لما جه بتروجيت كان العقد مفروض موجود سنتين، فحضرتك السنه الاولانيه اللي هي خلصت حضرتك والسنه الثانيه اللي موجوده دي، فحضرتك الموسم ده لسه فاضل فيه مباريتين، بعد المباريتين المفروض ان احنا يعتبر العقد بتاع الكابتن سيد عيد والجهاز اللي معاه يعتبر كده انتهى. فطبعا احنا بيعتبر رقم واحد ادينا الرساله على اكمل وجه، والحمد لله ربنا كرمنا بالصعود من بدري، واحنا ما قصرناش يعني في التجديد. يعني انتوا ما تبقوا اصحاب الفرح واصحاب الجهد واللي طبخته واكلته. لا لسه لسه طبعا لسه لسه، لان هو طبعا حضرتك الناس بيشتغلوا بطريقه بروفيشنال شويه. يعني اول ما بيخلص السيزون بيقول لك خلاص، لان احنا طبعا في عندنا لسه في الماتشين جايين. يعني البروفيشنال ممكن تبقى من وجهه نظر البعض انه هو اللي صعدني خلاص بقاش موجود. لا يعني انا يعني انا شايف يعني التجربه عندهاش. يعني احنا لو اتكلمت لسه كنت بتكلم على المجد ابو عاطي في المقدمه، قلت ان هم امنين بيه جدا 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 في الزد ومدينه فرصه كامله. اصل هي دايما احنا دايما يعني دايما عندنا قناعات ان الخير والرزق ده بتاع ربنا، احنا الحمد لله صعدنا مع الداخليه دوري ممتاز، ادينا الموضوع على اكمل وجه. ودايما الكابتن سيد لما بيتكلم في اي محاضرات مع اللعيبه بيقول لهم يا جماعه احنا مش عارفين مين اللي هياخد الخير بعدين، سواء انا كمدير فني او جهاز او انتوا كلاعيبه. فطبعا انت اهم حاجه اللي بيبسطك في الموسم انك انت اديت الرساله بتاعتك على اكمل وجه، ده اللي بيخلي الواحد مبسوط، لكن الوجهه القادمه دي بتاعه ربنا يعني. لكن طبعا احنا بنتمنى طبعا ان احنا نبقى موجودين في مكان زي ده، لان ده مكان محترم، واللي احنا شفناه من الدعم اللي موجود في مجلس الاداره والروح الجميله اللي كانت موجوده من الجهاز الطبي والاداري والمنظومه المحترمه دي اللي هي تدرس يعني فعلا، طبعا شرف لينا ان احنا نبقى موجودين يعني. لكن طبعا لسه طبعا لان في مشكله، انت في الماتش اللي جاي عندك دجله، وفي عندك ماتش السكه الحديد، فطبعا الكابتن سيد عايز يلعب بنفس الاسلوب، ما غيرناش في التشكيل، ما غيرناش في اي حاجه، لان في مواجهات مع فرق بتصعد وفي فرق بتنافس على الصعود، فاحنا مش عايزين نظلم حد. فالكابتن سيد دايما بيبقى عنده حته الحياديه دي مهمه جدا، وحذر منها اللعيبه كتير، قال لهم يا جماعه احنا فاضلنا ثلاث ماتشات، احنا عايزين ربنا يكرمنا ونكسب الثلاث ماتشات يعني. بصفتك متخصص في دوري المحترفين وقبل كده لعبت في النصر، لعبت في الدرجات دي، انت اتكلمت على انك انت هتلعب باقي مبارياتك، لان في فرق بتنافس على الصعود، شايف من هو الاقرب للصعود قبل ما اروح الاسماعيلي وحوشين؟ والله هو موضوع المفروض الاقرب حسابيا بالنسبه للبناط غزل المحله، عشان هو فارق بونت وعنده ماتش جاي مع لافينا هناك، هو ايا كانت ماتشات اللي عنده مين، فالمفروض الصعود موجود في ايديه، فالمفروض ان غزل المحله يكسب الماتشين اللي جايين يصعد مباشر، لكن موضوع ان مين هيصعد تاني معاه لا، الموضوع صعب جدا. خلي بالك كان الماتش بتاع الحرس وغزل المحله اللي كان يكسب فيهم كان اول امبارح كان يفرق معاه جامد قوي. طبعا ما هو حضرتك بص، الدوري صعب جدا، وصعوبه الدوري الكابتن سيد لما كان اشتغل معانا قال لازم نخلص الموضوع من بدري، لان الموضوع لما بيوصل في الاخر الضغوطات بتخلي الموضوع صعب جدا. فما فيش حاجه اسمها فرقه سهله وفرقه صعبه، يعني مثلا دجله كان بيلاعب طنطا بره مالوش في الصعود ما عرفش يكسب، القناه الماتش اللي فات برده ما عرفش يكسب، ففي الرايه برده نفس الكلام برده مالوش برضه في الصعود، فبرضه غزل المحله ما عرفش يكسب. ففي حاجه محترمه جدا ان احنا بنشوف كل الانديه بتلعب بحياديه وحاجه محترمه جدا، وما شفناش اي حد فيه تخاذل ولا فيه اي حاجه، فنتمنى التوفيق للاصلح هو اللي يصعد يعني دوري ممتاز.